مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 6 Lesson 7 اليونت السادس الدرس السابع. عنوان الدرس فؤاد First Meals in Japan. نفس الطريقة أو نفس الدرس السابق وجبة فؤاد الأولى في اليابان، لكن هالمرة كاتب لي Part B الجزء الثاني. ذكرنا في الدرس السابق أن فؤاد إجا البيت عم يوكي وعرف أو عرفنا معلومتين مختلفات اللي أو يختلفون بها اليابانيين عن العراقيين. المعلومة الأولى they kneel on the floor when they eat، يركعون على الأرض عندما يأكلون، and they eat using chopsticks، يأكلون باستخدام عيدان الأكل، احنا نأكل باستخدام السبونز الملاعب. الآن راح نكمل هذه المحاورة اللي دارت بين فؤاد وعائلة يوكي ونعرف بعض الفروقات بين العراق واليابان من حيث الأكل. فهنا فؤاد يقول it's harder with chopsticks، الأمر أصعب باستخدام عيدان الأكل. هو ده يحاول يأكل باستخدام هذه عيدان الأكل، لكن أكيد الأمر صعب بالنسبة له لأنه ما متعود على استخدام عيدان الأكل chopsticks. فيوكي قال له you will learn، سوف تتعلم. فؤاد or I'll be hungry، أو أنني سوف أبقى جائع، إما أتعلم شلون أكل باستخدام chopsticks أو راح أظل جائع طول عمري. ففؤاد أو فؤاد يكمل حديثه this is very nice fish، أنها سمكة لطيفة جداً. How do you أو how do you cook it، كيف طبختيها؟ يسأل والدة يوكي. شو تقول له؟ تقول له we don't cook it، نحن لا نطبخها. This is raw fish، إنها سمكة نية. هاي الكلمة قلت لكم مهمة، الرو معناها ني، ني يعني ما مطبوخ. هذه سمكة نية. We eat with sauce، نحن نأكلها مع الصوص، مع صلصة خاصة بيها. إذا ما يطبخون السمك دا مو دائما، وإنما بعض الأحيان ما يطبخون السمك. فؤاد يقولها really حقا at home my mother always cook fish. شوفون أنا هذه الفرق كذلك هم لازم ننتبه له. يقول له نحن في البيت دائما نطبخ السمك، بالعراق دائما نطبخ السمك من أكله ني، باليابان بعض الأحيان يأكلوا ني وبعض الأحيان يأكلوا مطبوخ. well جاوبة تقول له حسنا sometimes I cook fish، بعض الأحيان أنا أطبخ السمك. But I like it this way، لكنني أحبها بهذه الطريقة. ففؤادي جاوبها Do you cook the meat؟ قالها زين أنت تطبخون اللحم؟ تقول له Of course بالطبع We always cook meat، نحن دائما نطبخ اللحم. Have some of these vegetables، احظى ببعض هذه الخضروات. إذن الشغلة المشتركة بين العراق واليابان أو الشيء اللي العراق واليابان اثنيناتهم يسووه، هم اثنيناتهم أو اثنيناتهم cook meat، يطبخون اللحم. ففؤاد يجاوبها Oh thanks، شكرا لك. Well it's different from home، حسنا الأمر مختلف عما في العراق أو في وطني. But it tastes nice، لكن طعمه لذيذ، يعني الخضروات اللي قدمت لي إياها طعمها مختلف لكنها لذيذة. إذن كذلك هنا عرفنا الفرق بين العراق واليابان من حيث السمك. بالعراق احنا دائما نطبخ السمك، باليابان بعض الأحيان يطبخوه يطهوه وبعض الأحيان يأكلوه ني. أما من ناحية اللحم فبالعراق واليابان اثنيناتهم يطبخون اللحم. فهنا ايش يقول لي؟ يقول لي read the sentences using always, usually, sometimes and never. أعد كتابة هذه الجمل أما باستخدام always دائما، usually غالبا، sometimes بعض الأحيان، أو باستخدام never معناها أبدا. هنا منطيك جمل خطأ. هو ده يقول لك آل الجمل اللي منطيك إياها خاطئة، أريدك تعيد كتابتها بشكل صحيح باستخدام هذه الأمور، باستخدام هذه الظروف التكرار. هو منطينا مثال People in Japan always eat raw fish، الناس في اليابان دائما يطبخون أو دائما يأكلون السمك ني. هذه الكلمة يقول لك ترى خطأ، صححتها. إيش سويتها؟ سويتها sometimes، يعني هم مو دائما يأكلون السمك ني، بعض الأحيان يأكلون السمك ني. صححها مثل ما بهاي الطريقة أريدك تصحح لي. النقطة الأولى English people، الناس الإنجليزيين أو البريطانيين always drink tea at 4 PM، دائما يشربون الشاي في الساعة 4 عصرا. أكيد الجملة خاطئة، شنو الصحيحة؟ أقول له English people، الناس الإنجليزيين مو always مو دائما، sometimes بعض الأحيان drink يشربون تي الشاي at 4 PM في الساعة الرابعة.
مستحيل واحد مبرمج نفسه اني يشرب الشاي الساعه بالأربعة، يعني اولويز معناها دائما ابد ماكو في يوم يجي تمر عليهم الساعه بالأربعة لما يشربون الشاي. هذا الشيء اكيد خطا، فبالتالي صححتها قلت له مو دائما وانما بعض الاحيان يشربون الشاي في الساعه الرابعه. Italians always eat pizza. And الايطاليين دائما ياكلون البيتزا، اكيد مو دائما، بعض الاحيان. طب الايطاليان sometimes بعض الاحيان eat pizza. او من الممكن ان طالب اخر يقول لا usually eat pizza، شويه يرفع السقف انه غالبا ياكلون البيتزا باعتبار ان الايطاليين مشهورين باكله البيتزا. Iraqis sometimes speak Arabic. العراقيين بعض الاحيان يتحدثون اللغه العربيه. هاي المعلومة صحيح؟ أكيد خطأ. بعض الأحيان يتحدثون باللغة العربية؟ أكيد لا. لعشان always دائما يتحدثون اللغة العربية. فهنا الفرق أو الخطأ بكلمة sometimes. Doctors are always men. الأطباء دائما ما يكون رجال. يعني ما عندنا طبيبات من النساء. هذا الشيء أكيد خاطئ. فأقول له doctors are sometimes men. بعض الأحيان أو بعض الرجال أطباء والبعض الآخر من النساء. النقطة الأخيرة it usually snows in بغداد. غالبا ما تثلج في بغداد. إحنا نعرف إنه بغداد من المستحيل أو ما مر سابقا إنه الجو كان snow. snow معناها الجليد، الثلج اللي يسقط في الشمال مو الحالو. إذا المعلومة خطأ. قال لي usually غالبا. باش أقول له never. It's never أو it never snows in بغداد. لا أبداً لم تثلج في بغداد. ما كان الجو في يوم من الأيام مثلج. هذا مجرد معلومات أو نشاط صفي يسأله الأستاذ داخل الصف بطريقة شفوية كتحضير يومي. أما بالامتحان التحريري مهمة، هي غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. تمرين رقم 2 imagine that UK comes to visit you. شو يقول لك هنا؟ يقول لك الآن اعكس الآية، تخيل أن UK هو اللي جاي زايرك للعراق. What will he find strange about the food and about the eating in Iraq? ما الذي سوف يجده هو مختلف أو غريب عنه في العراق؟ يعني شنو الشغلات اللي مختلفة بالعراق عن اليابان راح يتفاجأ بها يوكي؟ Talk about it and write your ideas. تحدث عنه أنت وزميلك أو أمام الصف وحاول تكتب الملاحظات مالتك. هو منطين مثال يقول لي in Iraq هي العراق we eat dinner late at night. إحنا بالعراق الشغلة الغريبة بالنسبة لليابانيين إنه نأكل الطعام نأكل العشاء متأخراً في الليل. هذا الشيء غريب بالنسبة لهم ويأكلون الوقت. In Iraq we drink a lot of tea. في العراق نشرب الكثير من الشاي. كذلك هذا الشيء غريب بالنسبة لهم. مثلاً in Iraq we eat with spoons. نحن نأكل باستخدام الملاعق. ملعقات ما ناكل باستخدام chopsticks. كذلك هذا الشيء بالنسبة لهم غريب. أضرب لهم مثال آخر أقول له in Iraq we sit on the floor. نحن نجلس على الأرض عندما نأكل إلى آخره. هذا مجرد نشاط صفي. الطالب يحاول يكتب الأشياء الغريبة بالنسبة لليابانيين. إذا شخص ياباني زارنا بالعراق شنو الشيء اللي راح يلقاه غريب يحاول يكتبه على هذه الملاحظات. أما تمرين رقم 3 read and complete the conversation between Yuki and Fuad. اقرأ وأكمل المحادثة بين يوكي وفؤاد when Yuki comes to visit. عندما يوكي هو من قام بالزيارة. تقريبا نفس الفكرة. هنا مجرد الآية انعكست أو المحادثة انعكست. يوكي هو اللي جاينا ففؤاد هو اللي راح بيه. شو يقول له؟ يقول له come on eat. تعال وكل يوكي. يا يوكي are you hungry؟ هل أنت جائع؟ فش راح يرد عليه يوكي؟ يقول له yes I am. نعم أنا كذلك. But where do I kneel؟ لكن أين علي، انتبه لي هنا، أين علي أن أركع أن أجلس هاي الجلسة اليابانية؟ فهنا أنا يوكش راح يقول له، يقول له in Iraq في العراق we don't kneel. نحن لا نركع on the floor على الأرض. When we eat عندما نأكل we sit. وإنما نحن نجلس on the floor. نحن نجلس على الأرض أو يقول لي on chair على الكراسي إلى آخره. فهنا الفكرة أن الموضوع أصبح بالعكس أنه هو اللي يقول له وين أركع
يقول لا احنا من نركع احنا في العراق اثناء الاكل، وانما نما نجلس على الارض او نجلس على الكراسي. فانا راح اقول له اي سي لقد فهمت ان جابان في اليابان وي نير، نحن نركع وين وي ايت عندما ناكل. ارد علي فؤاد يقول له ان العراق في العراق وي يوجوالي ايت وذ، نحن عاده ما ناكل باستخدام قلنا السبونز الملاعب نايفز السكاكين الى اخره والفوركس. يوكرد عليه او ان ماي كونتري في بلدي وي ايت نحن ناكل باستخدام شنو قلنا التشوب ستيكس باستخدام ميدان الاكل الى اخر المحادثه. ذيز ار فيري نايس دولما. شوف انا ايش اقول له، يقول له هاي الدولما اللي انت قدمت لي اياها جدا لطيفه. هاو دو يو كوك ات او هاو دو يو كوك ذم، كيف تطبخوها؟ فاجابه وي يوز لام، نحن نستخدم لحم الخروف رايس الرز اونيونز البصل سبايسز سبايسز اللي هن التوابل. فيقول له ريلي جابانيز بيبل دونت فراد ايت لام دونت يوجوالي ايت لام، يقول له عاده اليابانيين ما ياكلون لحم الخروف. ذي دو فراد ا فيو تايمز ا يير، يفعلوها سم تايمز بعض الاحيان، ركزوا وياي سم تايمز بعض الاحيان a few times a year بعض الاحيان مرات قليله في السنه. احنا ما ناكل لحم الخروف، ناكله مرات قليله في السنه. I hope you enjoy the meal، أأمل بأنك استمتعت بالوجبة. Thank you. Everything was، كل شيء كان أكيد كان لذيذ. فأقول له everything was delicious، كل شيء كان لذيذ. أو من الممكن نقول different، لقد كان كل شيء مختلفا، الأكلات اللي قدمت لي إياها مختلفة عن الأكلات اللي قدم اللي ناكلها باليابان. هذا ما كل ما يخص درسنا هذا اليوم. لاحظنا أنه درس اليوم أقل من الدرس السابق. الدرس السابق كان بالكثير من المعلومات المهمة، التمارين المهمة اللي ممكن تجينا بسؤال المفردات على شكل اسقاطات او اختيارات. اما بهذا الدرس مجرد تعرفنا على الفروقات الباقية بين العراق واليابان بالاكل من حيث السمك ومن حيث اللحم اللي تقريبا كذلك شرحناها بالدرس السابق، لكن هذا الدرس اخذناها باستخدام قطعة من المحادثة اللي دارت بين فؤاد وعائلة يوكي، وتعرفنا على الفروقات الباقية بين العراق واليابان، وعرفت شلون تجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنها. باقي انشطه هذا الدرس انشطه صفيه غير مهمه للامتحان التحريري او الامتحان الشفوي، مجرد الاستاذ يسهل داخل الصف كتحضير يومي. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو، اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حسابات الموجوده في الفيديو في الوصف.